لان البترول غالي خلاص ضروري كل شيء بعد غالي، الوايت غالي. الحين الوايت الماء كان مثلا ب 7000، الحين يطلع الوايت قد طلع قد الله الله وطلع قد الوايت الماء الحين يطلع على 12000 الوايت الماء، يعني ما عاد داعي ان احنا ننزل نشتري زيت كوثر وصحا شربوا من الخزن قدوه ب 12000. البترول يغلى حتى النسوان يغلي، لو واحد شي يتزوج يصير شي ضغط ولا شي يقول لك البترول غالي، ما دخل المرء البترول غالي، بتخض المرء على بترول شي لك مرء غاز على غير قفاها دبه وقدوا على مثل ما تكون تخبز والكل كل شيء يغلى. انا ما بنزب الشنا مني صدق كل شيء يغلى، البترول يغلى كل حاجه تغلى. سندوتشات بدل ما السندوتش مثلا ب 150 يطلع على 350، تقول له ليش؟ اقول له البترول غالي، يعني البترول يغلى كل قليا غالي. والسوق السوداء ما قد كان في السوق السوداء ب 8000 8500 وغالي علينا، وذا الحين قالوا منعوا السوق السوداء وقد به سوق سوداء، كيف منعوا سوق سوداء وبه سوق سوداء؟ ذا الحين قالوا ب 16 بعدها ب 12 ومخلوط مخلوط. هذا شلينا دب بترول ب 16000 سكبرها على سياره ما اخذتش سياره، قالوا مخلوط تمام، ما قد سنش بترول الفح الا البترول اللي اشتريته فح، البترول الفح شعنا سكبنا لا مقله وشلت ب 400 رودي وبين اسكع هنا والخبره ساعة المضيط فح بترول الفح بين انا العجيب بين جابر الجهل والحجي وبين تفتف كيف انت يعني اقسم بالله العظيم عجيبه. بعد السوق السوداء والتوسوق سوداء وبعد السفن محجوزات يا اخي ارفع الكاميرا شويه، السفن محجوزات سيروا خارجوا السفن ست وانت وخلق الله يخرجوا لنا السفن. ازير انا ازير انا وفلت الشركه تحكي والوزاره تحكي والتريون تحكي وازير انا سيروا تخرجوا نخرج لها حل نخرج لها حل، ولا امنعوا السوق السوداء حتى التولد تمنع السوق السوداء من مره السوق السوداء ما نشيش والشعب اليمني كله يقع رجل ونخضارج نخضارج لان ذي ما يقدر شيء يخضى ولا ركب بيجي عنه ولا يحبي على بطنه ساعات تودي يحبي ساعات تودي وعدل وتصلب اخوك ويجي اخوك بحديده وطلعك فوق الحديد ساعات تودي ورجمك للبيت تعبني اقسم بالله احنا تعبني